الحجاشيه بجنيز مكناس تسمى بمشارف صوفية الطريقة الحجاشيه والمحافظه على التراث. انا اول بهذه الطريقه كانت باش بديت يعني الزاويه تاعي سويت مشى ديريكت الحال للتحمدوشيت. هكا كان ما عرفت راسي حتى كي دخلت للتحمدوشيت بالحب ديالها بالطبع ديالها بالذكر ديالها يعني بالمقامات ديالها بالقصائد ديالها النبويه والموعظات والتوسلات يعني لقيتها قريبه للتعيساويت. هي التحمدوشيت لقيت فيها واحد الحال اللي بقيت كنشوفو في التعيساويت بدا كينقص. بقيت كنلقى فيها الروح ديالي كنلقى فيها الراحه ديالي. انها شادي نقول لك بالنسبه للتحمدوشيات عندها واحد السر يعني سر ما كيحس به غير ولد الحال غير ولد الزاويه. التحمدوشيات باقي فيها الحال باقي فيها السر. انا كنقول التحمدوشيات طريقه شادي ليا جازو ليا صوفيا يعني شنو نقول لك. نتمنى والله ان هذا الحال هذا وهذه الطريقه هذه ما تمشيش يعني للمبيتار. ونتمنى ان الشباب الواحد يعني في مدينه مكناس باقي كنقدم جمع الاخوان كنحاول انني يعني نخليهم نحبب لهم هذه الطريقه هذه باش نحاولوا نحافظوا على هذا التراث ديالنا اللي كنلاحظوا انه مدينه مكناس بدا يعني في التهميش. حنا والاخوان والطائفه وحباب الله دايرين يد في يد باش هذه المسيره ان شاء الله غتمشي وغتبقى للخلف بالنسبه حتى اللي جون الشباب اللي طالعين كما كاين الخلف في الطريقه تاع العيساويه. نتمنوا ان يكون الخلف حتى في الطريقه الحمدوشيه. شنو هما المواسم اللي كتشري شاركتوا فيها سي الدر؟ وكاين المواسم تاع مدينه اصيله موسم طنجه موسم مكناس فاس زرهون حتى هو نعم فاس مكناس كل هذا ما ذكرته. اين انت بالذات اين ترتاح وتجد نفسك؟ هل في هذه المدن ام في مدينه مكناس سيدي علي بن حمدوش الضريح بالضبط؟ وهي الزاويه الاميه الاولى رقم واحد اننا كنلقاو الراحه ديالنا ان كاع المغرب كله كيتجمع في الزاويه الام. هانتوما شفتوا اصيله شفتوا طنجه شفتوا فاس ومازال ان شاء الله غادي تلقاو طائفه اخرى ان شاء الله غدا غادي تكون هنا موجوده الطائفه ديال مدينه فاس تاع المقدم عبد الرحيم العمراني المراكشي من مدينه فاس. داز الان المقدم مصطفى من مدينه اصيله مازال ان شاء الله غادي يكون مقدم ستيتو قدم مدينه طنجه. هي هو الحال كنلقى راحتي مع هاد الناس مع الزاويه مع جميع الزوايا اللي تابعين الطريقه الحمدوشيه. يا في طنجه يا في اصيله يا في تيرودات يا في مراكش يا فاس يا في مكناس يعني كل من هو صوفي ومحب بالطريقه الحمدوشيه كنلقى معاه الحال وكنلقى معاه الراحه. نعم كنشكرك سي دقاك على ذكرتينا نبذه من نبذ هذه الذكرى التي تذكرون في مجمعكم. وشكرا. وكاينه نقطه اخرى نتمنى ان هذا يعني المسؤولين اللي مسؤولين بالتراث يحاولوا انهم يعني يقللوه من اللي مقنن يعني يدخل حتى هو يعني يعرفوه للناس. نتمنى من المسؤولين انهم يعرفوا هذه الطريقه هذه للناس لان كنقول انا علاش طرب الاندلسي منوطي فيه النوطه الملحون كذلك والنتال حتى التحمدوشيت كتعزف نوطه. نتمنوا انها حتى هي تولي حتى هي سولفيج تقرا سولفيج باش تزيد تنمى وتزيد للقدام. كنشكرك استاذ على الاستضافه ديالك بارك الله فيك. ما تنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس حتى